دي غلبانه قوي يا عبد الحميد. لا وبتكابر يا عيني، عايزه تبين انها قويه وهي مش حاسه باي امان. بقول لك ايه، انا مش عايز اكرم يعرف ان هي جت، ولا ان انا نعرفها من اصله. انا هبقى فاهم من هاجر، وهو كده كده ما بيشوفش مرزوق بدريه. وليه يعني؟ عشان ايه ده كله؟ علشان انا عارف اكرم هيعمل ايه لو عارف ان احنا نعرفها. هيعمل ايه؟ بعدين يا عايده هقول لك بعدين. داود عامل ايه؟ تعبان قوي، اول مره اشوف داود بالحاله دي. اللي انا مش فاهماها وفاء، ولا كأني في حاجه. اقعدي معاها بكره واتكلمي. حاضر حاضر. مساء الخير. ايه ده قاعدين سهرانين يعني؟ ايه يعني، في واحد قاعد مع مراته، المشكله دي يعني؟ مشكله الحاجه. ازيك يا قمر؟ ازيك يا عم؟ عامله ايه؟ تعشيتوا يا روحي؟ لا ده انا يا دوبك اطلع اتعشى مع بابا بعد اذنكم. اتفضلي. روحي يا ماما. اتفضلي. انا شايفه المياه بترجع الى مجاريها. مريه بس يا ست عايده ونبي ومجاريها ايه؟ لا لا ولا اي حاجه، انا اصحاب جدا. وبعدين ما تقليش، انا قريب هفاجئك قوي. ربنا يستر من مفاجاتك دي. استنى يا عبد الحميد، ما انا عايز افرح بيه برضو. يا رب. تقليش يا ام، قريب هفرحك وهبسطك. بجد؟ اه والله. اسمها ايه؟ لا لا مش اتاكد وهقول لك كل حاجه، اتاكد انا بس الاول. تتاكد. بنت ناس يعني ولا بنت ايه؟ ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه دي كده يا ست عايده؟ بنت ناس طبعا، مش بنت اي حاجه ثانيه. اه بنت ناس، مش بنت ناس، بنت ناس. ها؟ ايوه بنت ناس. والله انا ماليش دعوه، انا قلت من زمان رايي، انت حر في اختياراتك، بس لازم تعمل حسابك ان انا لا هرجع شبكات بعد كده ولا دباديب. ها؟ دباديب يا اخويا، هتدبدوب ملطوع جوه، على الاقل نستعمله تاني. شاف دي فكره حلوه. هي حياه مشيت؟ حياه مين؟ دي واحده بتشتغل مع عايده ومدام وفاء في المشغل. ايه؟ بتشتغل ازاي يعني؟ بقول لك ايه يا هاجر؟ انا دماغي مصدعه حبيبتي، ممكن تعملي لي كوبايه شاي بسرعه؟ بس يعني حياه مشيت؟ بسرعه بسرعه. طب الاول وبعدين بسرعه بسرعه. زعلها ليه يا ابو غبي؟ هي ايه جت؟ طلبت؟ يلا تصبحوا على خير يا ماما. انت من اهله حبيبي. على خير حبيبي. انت من اهله. مزاج هو يعني. ايه في ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. بنتك طالعة لك؟ طالعة لي انا برضه ولا طالعة لك انت؟ بلش في بقها فولة. ربنا يستر.